ايه المباركيه طبعا في اجواء رمضان السلام عليكم السلام عليكم كله تمام السلام عليكم كم هذا؟ 11 11 حقي انا ايوه حقي انا كم؟ حق انت؟ لبس انا العادي عادي هذيلا كم؟ دينارين نص دينارين اثنين خلينا نشوف في هذا جديد موديل مال بيتزا ها؟ مال اطفال هذا؟ اي مال اطفال هذا اقل من الطفل هذا صار له خمس ايام مولود شهر يمكن في موجود الوان ماشي ماشي نشوف نشوف يلا بالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم شكرا شاي عراقي شاي البصرة شاي السماوة شاي السليمانية شاي وهذه
ايش الفرق بينهم؟ السلام عليكم. تعرف؟ اوكي. اذا تحبون تجاوبون. ايش الفرق؟ ايش الفرق بين انواع الشاي هذه؟ عندك العراقي اخر شيء ثقيل. اسود ثقيل. عندك البصل وسط عنابي ثقيل ولا خفيف؟ عندك السماوه الاحمر خفيف دم غزال. يقدر سليمان مبهر في ورد لافندر في هيل في زعتر. ما شاء الله. عندك عباس ده في ورد محمد وفي هيل وفي قهوه. ما شاء الله. وده شاي لومي في شاي ولومي وهيل وزعفران. كم مية الجرام تبيعون؟ اللي قهوة الناصر حوالي هيل وزعفران. شنو تبيعون بالكيلو ولا بالكيلو غالي؟ كم الكيلو؟ على حسب أي شاي أي شيء أنا أقول لك سعره. كل واحد لي سعره. شاي ثقيل أول واحد. علاقة 8.5 الكيلو. المهم شكرا على القهوة. الله يكرمك. السلام عليكم. شنو؟ انواع التمور في رمضان. سوق الخضروات والفواكه في سوق المباركية. السلام عليكم. شلونك عمي؟ بالعافية. الله يعافيك. كل عام وانتم بخير. شلون الاسعار؟ شلون الطلب؟ نعم الحمد لله رب العالمين. ترى قاعد تتصور انت. يا سلام. منين انت؟ الهواس؟ يلا يلا اتمنى لكم توفيق يا رب. السلام عليكم. كيف حالك؟ خير. إيران؟ أسكو جا. شيراز. شي كار خوب الكويت؟ الحمد لله. كم صار إن جا؟ موفق إن شاء الله. أحسن أحسن. السلام عليكم. طبعا سوق مركز. كم الزيتون؟ السلام عليكم. كم الزيتون؟ الله يرحم والديك. اللتر كم؟ ما شاء الله. تعي بلد. تعي بلد سعودي. روعة السعودية تنتج زيت؟ بنزين دعاية روعة والله. شوف بس ده سوري. ده سوري ب3.5 احسن منه. تصور بقى. يا سلام. يعني لو خدت واحد من ده وده